اوعى تفتكروا ان انا ممكن اقليها واخلص ازازة الزيت عليها، لا طبعا. احنا النهاردة هنعمل بيها اكلة زي السكر. انا جبت الحلة وحطيت فيها شوية مية وهسيبها على النار كده لغاية ما تغلي. في الوقت ده انا هروح اقطع القرنبيطة الحلوة بتاعتنا دي، هنشيل الاوراق بتاعتها دي خالص، مش هنستخدمها النهاردة، مش قصتنا. وبعدين هنقطع الفروع اللي فيها الوردات، الفروع اللي هي من جوه اللي هي بتكون ناشفة دي احنا مش هنستخدمها النهاردة، بقطعهم كده. واي ورقة بتقابلنا زي ما اتفقنا خلاص بنستغني عنها. لما تقطعوا الوردات اللي من فوق دي خلوا فيها حتة كده من الفروع، علشان الفروع اللي من فوق دي بيبقى طعمها حلو وكمان مغذية، لكن اللي في القلب الناشفة دي احنا بنرميها، ما بنستخدمهاش في اي حاجة. في ناس بتحب تخليلها على فكرة، لكن انا ما بستخدمهاش في حاجة عن نفسي يعني. خلاص كده انا قطعت كل القرنبيطة، هبتدي اخد الفروع دي وهشيل الحته القاسيه اللي هي بتكون تحت دي، لكن اللي هي قريبه من الوردات انا هستخدمها. بنفك الوردات كده ونخليهم ورده ورده كده، مش هنفككهم اكتر من كده علشان ما تتهريش منك برضو يعني. بصوا كل ورده بسيبها كده محتفظه بشخصيتها يعني، مش هقطعها اكتر من كده. خلاص كده انا قطعت كل القرنبيطه الحمد لله. هضيف ملعقه ملح ونص ملعقه كمون، وبنضيف للميه الكمون علشان ريحه وطعم القرنبيط يبقى حلو. الكمون بيحب القرنبيط والقرنبيط بيحب الكمون. كمان على فكره الناس اللي بتشتكي من تقلصات او كده يعني، هو بيمنع المغص. هديها تقليبه كده، وبعد 10 دقايق هرجع اديها تقليبه تانية علشان القرنبيط كله ياخد نفس التسويه، ما يبقاش اللي تحت مهري مثلا واللي فوق مش مستوي كويس. المهم هختبرها كده، اول ما امسكها بايدي واحس ان هي خلاص ابتدت تستوي يعني، خلاص هشيلها من الميه، ما تخلوهاش لما تتهري خالص. انا غسلتها بميه من الحنفيه وسبتها في الميه كده 5 دقايق علشان اوقف عمليه التسويه. انا مش عايزه اهريها يعني، عايزاها تبقى برضو محتفظه كده بكيانها. بروح افصصها كده وبخليهم بالشكل ده. انتوا ممكن تقطعوها بالشكل اللي انتوا حابينه، انا بحب اعملها بالشكل ده على فكره. بصوا يعني بنجيب طبق جنبنا كده، والفصوص اللي احنا بنعملها دي بنحطها في الطبق على جنب لغايه ما نخلص كل الكميه اللي معانا. ممكن تقطعوا العروق اللي هي من تحت دي بالسكينه زي ما انا بعمل كده، وممكن تسووها زي ما هي على فكره يعني، مش قصه. برضو ممكن تقطعوها بطريقة تانية هقول لكم برضو يعني. انتوا ممكن تقطعوها قطع صغيرة خالص او تسيبوها وسط يعني، براحتكم مش هحيركم معايا. ممكن تعملوا الحركة دي يعني، انا ما عنديش وقت افصص واحدة واحدة فانا بعملهم بالطريقة دي، بس خلوا بالكم من ايديكم يعني، انا متعودة بعمل كده فانتوا خلوا بالكم بس. خلاص كده هقطع كل الكمية بنفس الشكل يعني، خلوها كده وسط، ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي. انا كده خلصت كل الكمية. دلوقتي هنجيب طبق وهنعمل الخلطة الجميلة اللي هتمسك لي القوام بتاع القرنبيطة. جبت طبق حطيت فيه كوباية ونص من الحليب، وممكن تستبدلوه بمية عادي يعني. وكمان ضفت بيضتين، وممكن تكتروا البيض برضو لتلاتة براحتكم. وضفت ملعقة صغيرة من الخل شريحة البيض، وربع ملعقة فلفل اسود، ونص ملعقة كمون، وملعقة مليانة من الكزبرة. كمان انا بحب اضيف يعني رشة بسيطة من الشطة، ودي اختياري. وكمان بحب جدا جدا اضيف ملعقة صغيرة من ال7 بهارات، صدقوني بتخلي الطعم رائع. ضفت كمان شوية ملح وملعقتين كبار زيت، ودول كل كمية الزيت اللي احنا هنستخدمها النهاردة. كمان ضفت ملعقة صغيرة بيكنج باودر علشان الخليط ده يبقى هش كده ومش مكتوم. هخلطهم كويس جدا مع بعض علشان نضرب البيض برضو كويس مع الحليب وباقي التوابل. تمام كده هنضيف فصين من الثوم، وما تستغربوش ده بيخلي طعمها حلو جدا جدا. كمان انا بحب اضيف ملعقتين من الصلصة اللي انا عاملاها في البيت، ما تضيفوش من الصلصة اللي هي المعلبة. ممكن تفرموا طماطمتين وتصفوهم من المية وتضيفوهم. كمان بحب جدا اضيف ملعقة هريسة، هي دي اختياري، لو عندكم ضيفوها، مش عندكم مفيش اي مشاكل ما تضيفوش. وبضيف الخضرة اللي هو كزبرة وشبت، ضيفوا الخضرة اللي انتوا بتحبوها وما تكتروش كتير الخضرة يعني، دول حوالي كوباية مليانة من الخضرة علشان انا استخدمت النهاردة قرنبيطة حجمها كبير. بصوا بقى الدقيق ملوش معيار يعني، من 7 ل10 ملاعق براحتك، المهم ان احنا هنضيفهم بالتدريج يعني. زي ما انتوا شايفين انا ضفت في الاول 5 ملاعق وبس، وبعدين ابتديت اقلبهم مع باقي المكونات لغاية ما نوصل لقوام خليط يكون زي قوام عجينة الكريب بالظبط يعني. زي ما انتوا شايفين انا بضيف واحدة واحدة، ما بضيفش مرة واحدة، عشان العجينة دي لو كانت تقيلة او تخينة الصينية بتاعتنا هتبقى كده مكتومة ودمها تقيل، انتوا فاهمين؟ احنا عايزينها تبقى خفيفة كده ولذيذة.
المهم هنفضل نضيف واحده واحده زي ما قلت لكم لغايه ما نوصل لقوام العجينه اللي هي شبه قوام عجينه الكريب بالظبط. بصوا هو ده القوام اللي انا محتاجاه النهارده. خلاص كده تمام. هروح اجيب بقى القرنبيط اللي احنا عملناه من شويه ده. بصوا علشان انا ضفت دقيق كتير حوالي 10 ملاعق، فضفت ربع ملعقه بيكنج باودر، ربع ملعقه صغيره. بعدين هروح للقرنبيط وهضيف عليه الخليط اللي هي العجينه السايله دي، علشان هي دي اللي هتمسك لي القوام، يعني هتعمل لي الصينيه كلها كده قوام واحد متماسك. المهم ان احنا لازم نخلطهم كويس جدا جدا، يعني الخليط ده هتوه من تحت لفوق كده كله كده مع بعضه، في النهايه يبقى شكلها بالمنظر ده، ولا هي سايله ولا هي تخينه. بعدين هجيب الصينيه. الصينيه دي كبيره على فكره اللي احنا بنعمل فيها البسكوت، علشان انا بحبش القطعه تبقى تخينه. المهم علشان ما يمسكش فيها القرنبيط انا رفعتها على النار وسبتها لما تسخن الصينيه، وحطيت فيها سمنه. ممكن تستخدموا زيت بس انا بحب استخدم السمنه في القرنبيط. المهم لما سخنت السمنه مع الصينيه ضفت فيها الخليط وابتديت افرده كده واضغط عليه بالملعقه علشان ما يبقاش منعكش، يعني يبقى متساوي. وبعدين هزيتها كده وبرده رجعت ضغطت عليها تاني وسويتها. وبعدين انا كنت مشغله الفرن وهي سخنه على درجه حراره 200. حطيت الصينيه الجميله بتاعتنا دي في الرف اللي في النص. ممكن تاخد معاكوا 35 او 40 او 45 دقيقه، ما تستغربوش. المهم لما تلاقي الجناب بتاعتها بقت لونها ذهبي وجميل، يعني اللون اللي انت بتحبيه، هتطفي الفرن وتولعي الشوايه. هتفضلي مراقباها كده، لو ما اخدتش اللون الجميل ده تحت الشوايه ممكن تدهني الوش مسحه بسيطه جدا بالفرشه من السمنه لو ما اخدتش الوش ده. اكتبوا لي رايكم في الوصفه، انا بحب دايما اعرف يعني ارائكم في اي وصفه احنا بنعملها. بصوا بقى هي مستويه وجميله جدا من جوه، وفي نفس الوقت مش عاليه، انا ما بحبش ان تكون الحجم بتاعها عالي علشان اضمن ان هي تبقى مستويه وجميله كده من جوه ودمها خفيف، يعني تبقاش تخينه كده. المهم الوصفه الجميله بتاعتنا دي علشان تبقى متماسكه كده ما تقطعهاش وهي طالعه سخنه من الفرن، يعني احنا ممكن نستنى 5 دقايق او 10 دقايق علشان وانتوا بتقطعوها تبقى متماسكه وما تفرولش منكم او تتكسر. بصوا بقى هي متماسكه ازاي وشكلها من فوق لذيذ جدا جدا، ومن تحت كمان انا دهنت الصينيه حلو بالسمنه فاخدت لون جميل من تحت. بصوا بقى من جوه ازاي يعني ناعمه ومستويه، وفي نفس الوقت القطع كده جميله بتاعت القرنبيط مش مفتته قوي، علشان كده بحب الحجم اللي هو بيكون وسط كده في التقطيع. يا رب الوصفه بتاعتنا تكون عجبتكم ونالت رضاكم. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وميرسي قوي قوي على كل الكلمات المشجعه والحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي. ربنا يخليكم ليا يا رب، بحبكم جدا جدا. بكره باذن الله اتقابل معاكم تاني مع وصفه جديده.